المباراة الثالثة في هذا التوقيت، تقدم هيلاس فيرونا بهدف في الشوط الأول عن طريق فيردي، لكن سبيتزيا تمكن من قلب الأمور في الشوط الثاني، هدف في الدقيقة 53 عن طريق مبالانزولا الذي عاد في الدقيقة 69 وسجل الهدف الثاني وهدف الفوز ليقلب الطاولة فريق سبيتزيا على هيلاس فيرونا ويزيد من معاناة صاحب المركز الأخير قبل التوقف الدولي.